صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. الحفيد يطلق على ابن الابن، ابن ابنك يعبر عنه حفيد. كذلك الشبط، الشبط ايضا يطلق على ابن الابن، لكن غلب استعماله على ابن البنت فصار ابن البنت يعبر عنه شبط، والا هو ايضا يطلق على ابن الابن، يعني لغه ابن الابن هم يسمى شبط. إلا أن بالاستعمال، المعنى الاستعمالي يعني، أو مثل ما يقال تعيني بكثرة الاستعمال، أصبح يطلق على ابن البنت الشبط. طيب، الآية الكريمة فيها مجموعة من الأبحاث إن شاء الله أمر بها تفصيلا. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. هسه هذا الجعل يحتمل معنيين، المعنى التشريعي والمعنى التكويني. المعنى التشريعي يعني هالعلاقة اللي تكون بين الرجل والمرأة، الله عز وجل يقول احنا أبحناها لكم، جعلناها يعني قنناها ووضعنا لها قانون، يعني أن الآن الرجل يملك من المرأة، الزوج يملك من المرأة ما لا يملكه منها أبوها ولا أخوها. ليه؟ الواقع هذا اللون من العلاقة اللي أباحها الله عز وجل بين الرجل والمرأة وجعل لها غاية، وهي إمداد المجتمع، إمداد النوع بالذرية. هنا التقنين المراد به على رأي أن التقنين، الله عز وجل وضع قانون إلى العلاقة بين الرجل والمرأة عبر عنها بالزواج. طيب، هذه العلاقة بالوقت اللي أيضا هي بها جعل تشريعي، بها جعل تكويني. شنو معنى جعل تكويني؟ يعني كيف كلا من الرجل والمرأة للقيام بأداء وظائفه. المرأة وظيفتها تحمل مثلا، لازم تكيف لهذا، يعني يكون عندها رحم، موضع لحمل الجنين. فهذا التكييف نعبر عنه جعل التكويني، يعني جعلها مؤهلة للحمل، للولادة، للرضاع، جن مؤهلة أيضا لحاجات الرجل. فجعلين، أكو جعل تكويني وجعل تشريع. طيب، من هنا المرأة تقوم بدور لعله يعتبر من أخطر الأدوار، أو بالأحرى دور يعتبر من أهم الأدوار. هذا الدور أولا إعداد الجيل وتربيته، إسعاد الرجل في داخل البيت، القيام بالأعمال البيتية،
يعني عدها أكثر من بعد من الأبعاد تقوم به المرأة، يعني مو بعد، والمرأة مو مجرد غريزة، لا. والبعض يخطئ يغلط هالغلطة يصور أن المرأة مجرد غريزة، لا. المرأة الواقع تقوم بإعداد الجيل، بتربية الجيل، تقوم بتهيئة البيت، هالخلية العش اللي تدرج به الإنسانية اللي نسميه البيت، يقوم كله على رأس المرأة، ها؟ إلى جانب الأعمال الأخرى التي تقوم بها وتكون فيها إلى جانب الرجل. طيب، ومن هنا رأينا هذه العلاقة الله عز وجل يوليها عناية في جملة من التشريعات. شلون يعني؟ مثل إيش؟ مثلا النبي صلى الله عليه وآله يقول: ما زال جبرائيل يوصيني بالمرأة حتى ظننت أنه لا يمكن طلاقها إلا من فاحشة مبينة. نبه، يعني يقول لكثرة ما أوصاني جبرائيل بها أتصور أنه ما يشوق طلاقها إلا من فاحشة مبينة، أما باقي الأشياء اللي يمكن أن تصدر من المرأة وعدا الفاحشة المبينة ما يمكن أن يصل خطرها إلى حد الطلاق، لأن الطلاق أمر يهتز له العرش. نبه لي، لأن النبي هدم أسرة. النبي صلى الله عليه وآله يقول: جبرائيل يلح علي بالوصية بالمرأة. طيب، ولهذا احنا نلاحظ الآن الفقهاء نظرا لموقع المرأة ولكثرة الوصية بها، النفقة الآن بالنسبة للأقارب، نفقة الأبوين مثلا أو نفقة الأقارب اللي الواجبة اللي يتحملها المؤشر الغني إلى الفقير، النفقة هذه إذا الرجل معشر تسقط عن النفقة، نفقة الأقارب، لكن نفقة الزوجة ما تسقط، تبقى مطلوب إلها، وتعتبر على يدين إلى أن يتيسر عنده يسددها، وإلا ما تسقط أبدا المرأة أي النفقة. هذا على ماذا يدل؟ يدل على أن المرأة تحظى بأهمية نظرا أخر الغنم بالغرم، ما تعطيه المرأة الواقع ينبغي أن يكافأ. النبي صلى الله عليه وآله بالوقت اللي عبأ النفوس معنويا إلى تقديرها عبأ الإنسان المسلم ماديا إلى شد حاجاتها، فاعتبر نفقة المرأة تقدم على نفقة الأقارب، وإذا سقطت نفقة الأقارب ما تسقط نفقة المرأة. هاي نقطة. النقطة الأخرى، رأينا أن الشارع لاحظ وضع الأسر، يعني إحنا نعرف أن البيوت يصير بها إشكالات، ما يمكن أكو بيت ما تمر عليها غيمة، لا، أغلب البيوت تمر عليها حالات يصير بها نزاع، يصير بها سوء تفاهم، يصير بها أوضاع من هالقبيل. مع ذلك كله، مع ما يمر على البيت، هاي الأمور اللي يمكن أن تمر على البيت، مع هذا أراد منا الشارع أن نمتصها. بيش نمتصها؟ نمتصها بالخلق الحسن والصبر في المعالجة، لأن مو سهل تيجي تهدم بناء قائم، أبدا مو سهل. هل مو سهل منين جاي؟ المو سهل جاي من ناحية الأطفال. أنت تعرف الإنسان إذا طب إلى البيت، الإنسان حياته وزينته بالدنيا منه أبنائه، هذا إذا طب وشاف الألم والأشعة بعين الولد وما اهتز لهذا، هذا مو إنسان، أبدا مو إنسان. وحقك الإنسان اللي ما يهز منظر الولد البائس أو ما تهز دمعة الولد وهو يأشى لألم حل بأمه، هذا يمكن تعتبره ما عنده شيء من الإنسانية، أبدا أبدا. أرجوك إذا عكنن هذا الطفل الدنيا تضيق في عيني أبيه، ما في شك في هذا. فإذا مسألة ما يمر على البيت من مشاكل بيش يعالج؟ يعالج بالصبر
يعالج بالإنسانية، يعالج بالتحكيم، يعالج بقضايا كثيرة. ولهذا ورد النهي عن اللجوء إلى أسلوب لا تقتضيه الإنسانية، وهو أسلوب الضرب. الضرب نعم منهي عنه شرعا إلا في حالات خاصة شديدة، ها؟ وإلا منهي عنه. يعني يقول النبي صلى الله عليه وآله بيصور هالعلاقة، يقول هاي العلاقة بينك وبين زوجتك أنت الآن شنو، حيوان هي هاي تضربه بعد ساعة ضاجعها، ها؟ شنو أنت ذوق؟ ما أكو مثلا خلق، ما أكو. هذا الولد إذا نظر إلى أبويه وقد شجر بينهما الخصام وشاف الأم تضرب، تتأمل إيش قد يحمل حقد في نفسه هذا الولد. وهي أمور ما يقدرها الجاهل، مو عارفها، ما مار بيها، أو مو دارس هالناحية شنو مدى انعكاسها على الأولاد أو على الأسرة. ولهذا النهي وارد عن أن تضرب المرأة. ليه؟ الله جعل لك شعة، ماكو داعي للضرب، أكو وسائل أخرى. وإذا أعيت السبل يغني الله كلا من فضله. هاللون من المعاملة من الشدة والقشوة شنو اللي شاهم بي؟ نبه لي شوية هالنقطة. هذا شاهمت بي عدة روافد. الرافد الأول ما نسميه بالرافد الشرعي. شلون يعني الرافد الشرعي؟ يعني تأمل الآن أكو عندنا بعض الروايات عند المذاهب الإسلامية، وقد تكون بعض الروايات أيضا موجودة عندنا، ها؟ شنو هاي الروايات؟ الروايات مثلا إن يكن شؤم ففي ثلاث. شنو هاي الثلاثة؟ المرأة والفرش والدار. هذا يرويها أحمد بن حنبل في مسنده، يرويها أبو داود في مسنده، مر عن طريق سهل بن سعد الساعدي ومر عن طريق آخر، ها؟ أن إذا أكو شؤم بثلاثة: المرأة والفرش والدار. هذا لا يمكن قبول هذا الحديث. ليش؟ أولا الله عز وجل ما يخلق شيء شؤم أبدا. الله لا يخلق، الوجود كله خير. الله يخلق ويخلق الطيب، لكنه الشؤم يجي من أمور خارجية، ما يجي منا. ليش؟ لأن الله عز وجل يقول في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم: الذي أحسن كل شيء خلقه. صريح الآية: الذي أحسن كل شيء خلقه. فإذا كان الله تبارك وتعالى قد أحسن كل شيء، شلون نجي إلى بعض مخلوقات الله نقول هاي شؤم؟ الله يخلق الشؤم؟ تضطرب يعني، هذا المعنى يصطدم مع الآية، مع عطاء الآية. هاي ناحية. ناحية ثانية، النبي صلى الله عليه وآله يقول: حبب إلي من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء وقرة عين الصلاة. وما ممكن رسول الله يحب الشؤم، ها؟ لو كان شؤم ما يمكن يحبها رسول الله صلى الله عليه وآله، كان قال أن هاي على شؤمها مثلا. اثنين. ثلاثة، النبي صلى الله عليه وآله يقول: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. فعلا أنت إذا تجرد، يعني لا، إذا تجرد الرجل من المرأة حياته ما تصبح لها قيمة، والمرأة أيضا إذا جردتها من الرجل حياتها أصبحت على النصف، ما تصبح لها قيمة. كأن الله عز وجل شاء أن يعمر هذا الوجود بها الجنسين بها النوع. فإذا كان كذلك شنو معنى هالروايات؟ شلون تقبل هالرواية؟ لكن لما تجي إلى واحد يسمع هالرواية، ها؟ انغرس بنفسه. شنو انغرس بنفسه؟ أن هذه المرأة قد تكون عليه شؤم، وصارت عقيدة عنده في داخله، وقام يرتب عليها آثار. وأكو بعضهم يجي الشأم من الدار أن هاي الدار شؤم. شنو الحجار؟ شنو ذنبه حتى يصير شؤم؟ ها؟ الحجار والسمنت شنو بي؟ شنو حتى يصير؟ ما دار شؤم؟ ليش؟ منين يجي الشؤم؟
فرد كلام لا يعني لا يثبت أمام الناقد، لا سبيل إلى قبول هذا القول لأن يصطدم بالعقل وبالناقل، لا سبيل إلى قبوله أبدا. طيب، فهذا لما يكون عندنا رافد من الروافد الدينية من هالنوع يغذي الفكر بأن المرأة شؤم وأن هذا الشؤم قد يؤدي إلى آثار كثيرة، طبعا هذا رح يقف من المرأة موقف سلبي وهذا لا سبيل إلى قبوله أبدا. واحدة. اثنين، الميراث الاجتماعي. الميراث الاجتماعي احنا طبعا هالمنطقة اللي نعيش بها احنا ابناء الجاهلية قطعا، احنا ابناء الجزيرة. ولما نكون ابناء الجزيرة، الجزيرة العربية عليه من كانت تعيش، يعني موردها مورد حياتها شنو هو؟ لا عندهم زراعة ولا عندهم صناعة، الزراعة كانوا يستنكفون منها الى الان، حتى الان اكو عندنا جماعة يستنكفون من الزراعة، ان هذا يزرع هذا مو رجال، يعني شنو الزرع شنو هذا خضري على شنو خضري؟ شنو قال لك ان الزرع صنعه ابينا ادم، كانوا الانبياء يشتغلون بها. الان اكو عندنا جماعه حتى الان عندهم نمط من التقاليد، اذا اجى خطب عند مزارع وحده من بناته يقول لا، ليش هذا؟ لا هذا مو ما يصلح، هذا لون من الوان الموارث الاجتماعيه التافهة المنحرفة اللي الواقع تبعد عن طبع الحياة. جن هذول لا، الزراعة كانوا يحتقروها، الصناعة كانوا يحتقروها، ومو بس يعني من الإنصاف أن ننقل أن بعض الحضارات أيضا كانت تشاركهم هذا المعنى، ما عندي مجال أستعرضها إليك، يعني الحضارة الهندية قد تقسم الناس إلى أقسام، قسم تعبر عنهم قسم تعبر عنهم نعم مثل الحديد، وقسم تعبر عنهم مثل الحجارة، وقسم لا تعطيهم منزلة وتروح إلى بعض الحضارات الأخرى عندهم هالظاهرة. المهم ميراث اجتماعي عندنا، هذا الميراث الاجتماعي منين جاي؟ جاي من نمط المعيشة، المعيشة كانت عندهم تقوم على الرمح والسيف، ما عنده مصدر يأكل منه إلا النهب والشال، يطلع إذا جن عليه الليل، هذا أكو عنده بعير نهبه، وهذا عنده شكم رأس غنم نهبهن وإجا وقام يعيش عليهن. هذا 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 اللون اللي عندهم، وآثارهم طافحة بهذا المعنى، ورواياتهم طافحة بهذا المعنى. والمرأة ما كانت تقوم بها العمل، المرأة لا تأخذ سيف ولا تأخذ رمح وتطلع تقاتل، فكانوا يحتقروها من هالناحية، وذولا يعبدون القوة. انت ارجع لحضارتنا، حضارتنا تعبد القوة. شلون تعبد القوة؟ القوة مرة مجسدة بالحكم، ولذلك تجي الى تاريخنا الان حتى عند بعض الفرق الاسلامية ان اللي يقعد على الكرسي خلاص صار مقدس، هذا اذا قعد على الكرسي وسماه الناس الطلقب لقب حاكم خلاص صار مقدس، بعد لا سبيل الى الرد عليه. يعني افرض اديب كبير مثل نبيح حجاب، نبيح حجاب عند كتابة الشعوبية، يجي يحمل على دعب الابن علي الخزاعي حملة شعواء، ليش؟ يقول شنو هذا؟ يقول له للمأمون اني من القوم الذين سيوفهم قتلت اخاك وشرفتك بمقعدي، رفعوا محلك بعد طول خموله واستنقذوك من الحضيض الاوهدي. شنو هذا يقول له الشكل؟ ليش هذا شعوبي؟ عجيب، ليش شعوبي؟ يقول لا، شلون يتجرع المأمون؟ شنو في نظر المأمون؟ شنو عنده؟ وما يطي المأمون قداشة، لكن لأنه حكم قعد على كرسي الحكم خلاص أخذ القداشة. يا أخي تفضلت الآن تلقى الفتاوى صريحة، من تغلب على المسلمين بالسيف وقيل له أمير وأشار الناس إليه بالإمارة وجبت على الناس طاعته. هذا الفكر موجود عند المذاهب الإسلامية كلها، فدلون من الفكر غريب. فهذا منين إجا هالميراث الاجتماعي؟ من عبادة القوة، وهاي المرأة ما كانت تطلع. ولذلك لما نزلت آية الميراث بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين،
اجوا جماعة من الأنصار قالوا لي يا رسول الله شنو يعني احنا نطي أيضا البنات نورثهن؟ ليش هاي مو بنتك؟ هاي مو مثل ما نقول بزر قلبك شاي. انت منو طلع منين؟ منو طلعها للوجود غيرك؟ ها؟ طيب شنو ذنبها هاي انت تحرمها من الميراث؟ قالوا له يا رسول الله هاي لا تطاعن، لا تطاعن بالسيف، نعم لا تدفع الضيم ابدا. وهذا مرته واحد من الاعراب، مرته هن عند ازواج اثنين، وحده ضرت الاخرى، وحده ولدت بنت وحده ولدت ولد، هاي ام الولد تجي تحاول ان تعاكس هاي ام البنت، تقول الحمد لله العلي العالي أنقذني العام من الجوالي من كل شوهاء كشن بالي، لا تدفع الضيم عن العيالي. ها؟ الحمد لله أعطاني ولد، ما أعطاني هاي الجولق، الجولق يعني العدل اللي يحطون به شيء، يقول هاي جولق يحمل الجنين مؤثر. الحمد لله العلي العالي أنقذني العام من الجوالي من كل شوهاء كشن بالي، لا تدفع الضيم عن العيالي. فكانوا يعتبروها لا تطاعن، لا تناضل، لا تقاتل، يعني من منطلق ضعف يحتقروها، يعتبروها كائن ضعيف. هذا شو نسميه؟ نسميه الرافد الاجتماعي، الميراث الاجتماعي. وعندنا الرافد اللي نسميه الرافد افرض البيولوجي. نبه لي اكو بعض الناس يغلط، يعتبر وظائف الأعضاء أكو بيها تفاضل. هذا شلون أقرب لك المعنى؟ يعني أنت الآن لما تجي إلى سيارة تمشي، هاي السيارة اللي تمشي في واقع الأمور ما تقدر تفضل بيها جزء على جزء، لأن كل جزء يؤدي وظيفته، كل جزء يؤدي وظيفة. يعني ما تقدر تقول أن هالجزء بها المحرك أو هالجزء بها الباب هذا أفضل من ذا، لا لا، لأن كل واحد ماخذ طريقة يؤدي وظيفة معينة، فماكو مسألة تفضيل. احنا عندنا الآن لما يجون إلى التشريح، الناحية التشريحية بالنسبة للمرأة، كونها تحمل، كونها تمر بدور نفاس، كون تمرها بدور عادة شهرية، كون عندها أشياء، هاي يعتبرون هاي بعض الوظائف العضوية اللي عندها تنحط بها عن الرجل، تنحط بها، حتى يستندون إلى كلمات لازم نصححها. يقولون الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول ناقصات إيمان، ناقصات عقول. تعرف شنو معنى يعني ناقصات إيمان؟ الإيمان شنو؟ الإيمان مرة يكون عقيدة ومرة يكون عمل. الإنسان كلما يصلي لركعتين يزود إيمان، كلما يصوم ليوم يزود إيمان. المرأة تمر بيها أوقات لا تقدر الصوم ولا تقدر الصلي، الله عز وجل أسقط عنها الصوم والصلاة، فيكون عندها نقص من هالناحية، تكون أقل ثواب من الرجل. هذا معنى النقص، وإلا مو معناه في أصل خلقتها هي ناقصة، مقشي من هذا. لكن إحنا نجي نفسرها التفسير، هاي تأمل أن هاي ناقصة عقل، شنو معناه؟ معناه أن المرأة الجانب العاطفي عندها أغزر من الجانب العقلي. ليش؟ لأن تكوين الأسرة يريد هذا. في صدر البحث قلت لك معنى جعل، يعني كون، يعني هيئها للقيام بوظائف الأسرة. وظائف الأسرة شو تريد؟ تريد لها قاعدة بعض الليالي من أول الليل للفجر تهز الكاروك، تهز المهد، تهزل المهد. هاي لو ما الله يعطيها شوية غزارة بالعاطفة إلى خلق تهزل المهد من أول الليل إلى الصباح. تشايف هذا الأبو نص ساعة إذا أثر على نومه هذا الولد يشيله قطفه بالقاع. هاي وين؟ هاي المرأة هالتحمل اللي عندها منين؟ منين جاي؟ الله عز وجل سلحها بهذا، أعطاها غزارة بالعاطفة، هالغزارة خلاها تشكبها حنان على الولد. هذا مو نقص، هذا تصنيف. نبه لي، تصنيف مات مو تفضيل. إذا عرفنا هذا نرجع، إذا اشتركت الروافد ثلاثتها في تحديد صورة خاطئة للمرأة، مع أن المرأة كائن مثل الرجل، عينا الرجل يؤدي وظيفة والمرأة تؤدي وظيفة، بل قد تكون وظيفة المرأة أخطر من وظيفة الرجل. أنت تعرف الولد إيش قد يتأثر بأمه؟ الولد
يتأثر بأمه ثلاثة أرباع ويتأثر بأبيه ربع. الأم تغذيه تربيه تعده. إذن الجيل كل مدين إلما للمرأة. أرجوك إذا كانت تقوم بها الوظائف نتيجة يجي الإنسان يعاملها معاملة الحيوان لأتفه الأسباب ضرب أو شوق أو اعتداء وهذا منهي عنه والله عز وجل يعاقب عليه أشد العقاب. النبي صلى الله عليه وآله يقول جبرائيل أوصاني بها حتى ظننت أنه لا يمكن طلاقها إلا من فاحشة مبينة. فإذا أرجع إلى صلب الموضوع الآية تقول والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. بعد أكو نقطة شوية هنا، من أنفسكم يعني من جنسكم، يعني لا من جنس أرقى من جنسكم ولا من جنس أقل من جنسكم، لأن إذا صار من جنس أرقى تعدد، وإذا تعدد صار أكو موانع وصار أكو تفضيل. شلون أكو موانع؟ يعني خلي أقرب لك المعنى، يعني واحد مخلوق أفرض من نفس الطين اللي إحنا مخلوق منها، خلقنا من طين، الرجل والمرأة اثنين هم مخلوقين، المفروض أن الملائكة أو الجن ما مخلوقين من طين، مخلوق من نار أو مخلوق من كيان غير الكيان الآدمي. طبعا دولة ما يمكن التجاوز ما بيناتهم، وأنا أكثر من مرة هذا أكثر من مرة الموضوع تعرضت لأنه مسألة أن الإنسان يمكن أن يتزوج نعم من جنية، ولذا يقولون فلان ابن جنية مو الشكل فلانة ولدت كذا، هذا كلام ما له معنى، لا يستقيم علميا كلام. والمصيبة أنه بفتاوى وفتاوى شت لحد أنت، يعني فد واحد تلقاه يرأس مؤسسة على مستوى الدولة ويصدر فتوى، وفت أربع قنوات فضائية تنقل الفتوى مالته، فتش وبعد شو لحق عليه أنت قاعد لك بزاوية كبرى ما حد يعرفك، هذا فتاوى تأخذ البلاد عرضا وطولا، وجليك وقال لك أن المرأة ممكن أن تكون جنية تقدر تتزوجها، أو المرأة يمكن أن تتزوج جني. وإيش إحنا عوزنا بعض ضيم إيش مالها يا بعدها بعد يوم أنت تجيك بطنها تقول لك والله زوجت لي جني كلام عش كلام غريب يعني. والغريب أن هؤلاء بأيديهم الفتاوى، وتلقى كل عبقري من المسلمين عيبة علم قاعد له بغرفة ما حد يعرفك، وهالمخرفين يقمزون يمينا وشمالا بلا فعلى العموم أرجع للموضوع. إذن الله عز وجل خلق لنا أزواج من جنسنا، لا من جنس أرقى ولا من جنس أدون، لأن إذا صار من جنس أدون ما رح تستقيم المعيشة، يقوم يمن عليها على المرأة، يقوم نعم يتعالى عليها. وبالعكس لو العكس هي من جنس أعلى هو من جنس أدون يتعالى عليها. ولذلك بعض الفقهاء يعني مو منطلق من فراغ، عندما يجي إلى الكفاءة يشترط الكفاءة اتحاد الطبقة حتى لا تصير مشاكل بعدين. مو زين أنا رضيت بيك أنت إيدك ما كلها المدري شنو العا، وأنا بنت فلان بنت العين والأنف وأنت أنا قبلت بيك، هذا اللون طبعا من الكلام، هذا اللون من الكلام يؤدي إلى هدم العائلة. أنت تعرف أن من جملة المشاكل اللي كانت تحدث في تاريخ العرب، إذا واحد كان مولى ثم اعتق ظلاش قتل الحكاية. مولى شنو يعني؟ شنو معنى مولى؟ يعني جابوه من الحرب أشير مولى، أكو واحد يطلع من بطن أمه مولى وواحد يطلع من بطن أمه حور، كل الناس أحرار، يجيبوه من المعركة أشير مدة ثم يعتق، إذا عتق وتزوج ظل عار عليه، هذا مولى، هذا مو كفؤ ما يعتبر كفؤ.
فعلا المشكلة اللي صارت بين زيد بن حارثة وزوجته ها هي هذه. زينب بنت عبد الله بن جحش كانت عمة النبي عايش، هذا السبب سبب طلاقها انه صار احتكاك، صار التهاب بينه وبين زوجها على اساس انه كان مولاه واعتق. المهم نرجع الى الاشباه. الله عز وجل خلقنا المرأة والرجل كان من طينة واحدة، من جنس واحد، لا جنس أعلى ولا جنس أدون حتى تستقيم المعيشة، لأن إذا صار من جنس أعلى تحدث مضاعفات، وإذا صار من جنس أدون تحدث مضاعفات. على كلا الحالين الله عز وجل امتن علينا، والله جعل لكم من أنفسكم أزواج، هذا رأي، رأي آخر لا، أن الجعل هنا تصييري. شنو معنى تصيير؟ تنبه لي هالنقطة. تصيير يعني شنو معنى؟ يعني أن الإنسان إذا امتزج مع زوجته يتحولان إلى روح واحدة تقريبا، ها؟ من نفسك تكون، يعني تكون شيء جزء من روحك. وأنا أقول لك المرأة المخلصة والرجل المخلص، وحقك يعني لا يمكن التفريق بين نفسيهما، يعتبران نفسا واحدة. يعني البيت السعيد اللي ترفرف عليه السعادة، اللي أكو بيه انسجام بين الزوجين، أه؟ ولهذا الإنسان يو عنده كرامة فيراعي كرامة المرأة، يو عنده دين لا يظلمها حتى إذا كرهها، حتى إذا كرهها لا يظلمها، يحتاج إلى أن يكون على من أجل مصلحة هالأطفال هذولا، مصلحة الأسرة. والحقيقة إحنا تربية أسروية ما عندنا، ما عندنا تربية أسروية، يعني هالعلاقة ما ماخذين إحنا دورة كاملة لفهم هالعلاقة وأهميتها. يعني ما عندنا لا المزاج اللي أراد الإسلام ولا الفضيلة اللي يرسمها الإسلام فيها العلاقة، ولا الأخلاق الأسروية اللي يريدها الإسلام تكون شائدة بالأسرة. في الواقع ما عدنا يعني تربية بهالجانب، ما عدنا تربية أسروية، ما عدنا. أرجوك يعني ذول اللي تشوف أنت الآن في بعض الشعوب الأخرى فدلون من التمازج بين المرأة والرجل قد انفقد في مجتمعنا الإسلامي، مع العلم تعاليمنا الإسلامية تعاليم ما موجودة عند ناس آخرين، لكن احنا ما طبقناها إلى الآن، ما طبقناها. انت متأمل العلاقات، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وتزوج خديجة سلام الله عليها عمرها 40 سنة وهو عمره كان 25 سنة، نعم، وهي أول زواج إليه، لكن كان إذا ذكر خديجة يهتز من قرن إلى قدم، نعم، كانت مالكة عليه مشاعره. هذا اللون من النبي بشر، ها؟ هذا اللون من التمازج منين ناتج؟ ناتج من معرفة الحقوق المتبادلة بين الزوجين. لذلك كان الإمام أمير المؤمنين في آخر لحظات حياته يقول أنتم تعتبرون المرأة ضعيفة، أنا أوصيكم بالضعيفين، النساء وما ملكت أيمانكم، لا يكون تطلعون عن المستويات الإسلامية اللي الله أرادها لكم. الله الله بالمرأة، اتقوا الله لا تعرضون بيتكم إلى الانهيار، هاي من ناحية. من ناحية ثانية اتق العذاب، لأن أكثر عذاب القبر من سوء الخلق مع العيال، هذا عندما ينقل رأسا يوضع بالقبر، أكثر عذاب القبر من سوء الخلق مع العيال. صلى الله على محمد وآل محمد. في الله عز وجل يمتن علينا بهذه النعمة، والله جعل لكم من أنفسكم أزواج، طيب، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. نبه لي بالله لهالمقطع،
جعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، هاي بعض الفقهاء استدل منها على عدم جواز تحديد النسل. أنه اليوم إحنا نعيش مشكلة، هاي المشكلة مو بس إحنا نعيشها، الأمم المتحدة جاي تعيش هالمشكلة الآن، جاي تقول أن المخزون الموجود بالأرض من الأملاح راح ينفد لأنه استهلك، كل النبات راح يستهلك، المعادن اللي في باطن الأرض الإنسان أسرف في استعمالها، أكو معادن طلعها صنعها وبالتدريج راح تخلص، الدين الأرض راح تضيق، يصبح شبر الأرض بكذا مبلغ، الناس زحمة، التفجر السكاني الهائل، فهيئة الأمم مرتبكة الآن، خصوصا مع الأخذ بعين الاعتبار أن التزايد السكاني بنسبة متوالية هندسية مو عددية، يعني يكثر يزدادون السكان بنسبة هائلة، يعني 2, 4, 8, 16, 32 بهاللون بالمتوالية الهندسية، فمعنى ذلك أن الأرض ستضيق بأهلها، فيجي كثير من حملة الفكر الإسلامي يستدلون على منع تحديد النسل مع وجود هالظاهرة، لأن هاي ظاهرة يمكن أن يلجأ لها الإنسان، سيمر علينا خلال البحث، المنع نهائي عندنا محرم، لكن التنظيم لا مباح، سأبين لك شلون. يعني الآن هذا من أدلتهم، يقول الآية الكريمة جاي تمتن على العباد بأن الله يرزقهم من أزواجهم بنين، والبنين يتزوجون ويصيرون عندهم أولاد، يصيرون حفدة، إذن الله يريد النسل، واللي يجي ينادي بمنع الناس هذا يعتبر مرتكب لمحرم، مخالف لما أمر الله عز وجل به. نقول له لا، الآية ما تفيد اللزوم وإنما تفيد الترجيح. نعم يمكن تؤدي إلى الحرمة في حالة واحدة، شلون؟ إذا كان صار ضرر نوعي يلبس عنوان ثانوي. شلون؟ خلي أوضح لك، يعني أفرض الآن إحنا كمسلمين إذا حددنا النسل عددنا راح يقل وقوتنا راح تضعف وراح يتغلبون علينا كفرة عددهم أكثر وقوتهم أقوى، في مثل هالحالة لا، في مثل هالحالة المنع الجماعي محرم، ما يمكن أبدا. أما على مستوى الفرد، أن فرد يريد ينظم الناس، يريد ينظم الناس لأن يقولون أن محبوب قطعا من المحبوبات، يعني من أدلتهم من المحبوبات لله عز وجل ولرسوله كثرة النسل، مو يقول إني أباهي بكم الأمم النبي صلى الله عليه وآله، فيقولون إحنا ما نقدر نقف في وجه أو في مقابل إرادة النبي صلى الله عليه وآله بكثرة النسل، فما نحدد للنسل لا يمكن، لأن الله يريد هذا، يريد الزيادة، مو يقول عيسى بن صبيح، عيسى بن صبيح يقول أنا كنت مسجون بالسجن وجابون الإمام العسكري سجين، أيضا مسجون جابوه مقيد أدخلوه إدنا إلى السجن، يقول لما دخل قال لي أنت لك من العمر 65 عام ويومين، يقول عندي كتاب أنا مسجل عليه ولادتي، رجعت إلى شفت عينا مثل ما قال هذا الرجل، ثم قال لي هل عندك من ولد؟ قلت له لا لا والله سيدي، أدعو الله أن يرزقني ولد. قال لي من كان ذا ولد يدرك ظلامته، إن الضعيف الذي ما عنده ولد، فيستدلون من عدها على أن طبعا الولد محبوب ومراد لله عز وجل ولرسوله، أي من ناحية؟ من ناحية أن الولد مو بس حق الأبوين، حق الأمة، نبه لي شلون، يعني هاي الأم والأبو لما يجيبون ولد مو بس إلهم، يجيبوا إلهم ويجيبوا للأمة اللي ينتمون إلها، لأن الأمة بحاجة إلى النسل، حاجة إلى الأولاد، يدافعون عن الحدود عن الثغور، يديرون الأعمال بالداخل، زينة الحياة الدنيا، هاي كلها تحتم على أن لا يحدد النسل. نقول لا،
هاي كلها ما تفيد اللزوم، تفيد الاستحباب، صح؟ أنه الأولى الأفضل أن يكون نشل، إلا مثل ما قلت لك إذا صار عنوان ثانوي، يعني إذا حددنا النشر راح يصير ضعف عند المسلمين مقابل الكافرين، لا يصبح محرم. فهذا مو مع، لأن الأدلة على الإباحة أقوى. إحنا عندنا كل فعل من الأفعال محكوم بالإباحة إلا أن يقوم دليل على حرمته، مو بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في الله عز وجل لا يكلفنا إلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله لا يمكن أن يكلفنا بشيء لم يبلغنا به. التكليف ها يعني إنما ينجز عندنا إذا كانت عندنا خطاب موجه، ما عندنا خطاب هنا موجه يقول أن تحديد النشر الحرام، ما عندنا طريقة من طرق من الطرق في تحديد النشل حرمها الله عز وجل أو نص على تحريمها. زين، هاي ناحية. الناحية الثانية نلاحظ أن الله عز وجل جعل الرضاع كثر بالنسبة للجنين للولد، جعل سنتين مو الشكل، والمرضعاء أو يرضعن أولادهن حولين كاملين حولين، الواقع يعني أخر الحمل مدة الرضاع، معناه السماح بتأخير الحمل مدة الرضاع، معنى ذلك أنه تأخير الحمل أمر مو محرم، لأن هذا من أدلتهم على أن التأخير التنظيم تنظيم النشل مو أمر محرم أبدا. زين، هاي اثنين. ثلاثة، الآن الفقهاء يقولون المرأة المرضع هذه اللي تأجر نفسها للرضاع، افرض واحد امه ما عدا حليب فيشيلوه يطوا الى مرضعة يطوها مقابل هذا شيء من الاجور، هذه يقولون اذا لاحت عليها بوادر، اذا لاحت عليها بوادر الحمل فالها الحق تفسخ هذا العقد. ليش؟ لان اذا حملت هذا اللبن اللي يكون لجنينها يضر الجنين الاخر كما يعلله الفقهاء. زين، معنى ذلك أن مدة الحامل كلها ممكن أن تمنع المرأة أو تؤجل المرأة حملها ما طول أكو رضاع، ما طول أكو رضاع تأجله. فإذا كان كذلك إذا شائغ أن ننظم للنشل ما نتشرع. زين، بعدين أكو شيء آخر، أن هذا لما تصير ولادة على ولادة على ولادة المرأة تضعف والأولاد يضعفون، نبه. والنبي صلى الله عليه وآله يقول إني أباهي بكم الأمم، قطعا ما يباهي الأمم بالإنسان الضعيف اللي ما يقدر يقوم والمرأة أيضا من المحبوب للشارع ألا تتعرض إلى الضعف ولا تتعرض إلى المرض، وهذا ثبت علمي أنه إذا ألحت على نفسها بالولادات توقع تتهوى. إذن ما في مانع، ما عندنا دليل يمنع المرأة من أن تؤخر أو تنظم الأسرة. هسه المنع نهائيا لا محرم، الفقهاء كل يكاد يكون شبه إجماع أن المنع نهائيا محرم، وإن كان مجرد المنع موجود عند أغلب المذاهب الإسلامية وحتى عند بعض فقهائنا، مجرد منع الحمل ولو على سبيل التنظيم يعتبر محرم، أكو موجود الآراء موجودة. لكن الآراء الأقوى والدليل اللي عليه العمل لا، جواز تنظيم النشل، يمكن أن ينظم الإنسان النشل، وحكوا بعضهم أصلا ما يسمح حتى بإسقاط النطفة. شو تنبه لي على ما أتذكر نظرية الغزالي، الغزالي يعتبر أن العزل حرام، العزل أن الإنسان يعزل عن زوجته المادة يعتبر حرام. ليش؟ يعتبر وأد، يقول قتل، هذا قتل مو لأنه هذا فعلا نطفة، صحيح هذا اللي نسميه الآن مادة منوية تمام هو فعلا نطفة، لكن هذا بالقوة مو بالفعل، بالقوة هذا إنسان
لأن هاي النطفة أشبه شيء بالبيضة، البيضة فعلا نسميها بيضة لكن هي بالقوة دجاجة. هاي البيضة لأنها تحطها تحت الدجاجة تحتضنها بعد يومين تصير فروخ فرخ. هذا كذلك النطفة إذا وقعت بالرحم أخذت شنو مسيرة الصيرورة، هاي اللي يسميها ماركس ديالكتيك نبالي، يعني الانتقال، حركة الانتقال من القوة من الفعل إلى القوة. هذا ممكن يقول لك هذا راح يصير إنسان، أنا شنو أطلع لي الآن هذا العزل حرام يعتبره وائد ويرتب عليه أثر. إيش الموضوع شوية طويل ما أريد أخوض به، المهم أن الله عز وجل يقول جعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. هنا أكو إشارة تنبه لي، يريد يجعل مسؤولية على عاتق الأب أكثر من المسؤولية على عاتق الأم بالتربية، لأن الله عز وجل يقول أولادكم من أزواجكم، يعني المسؤولية إلكم تتوجه بالدرجة الأولى ثم تتوجه بعد ذلك إلى الأم بالدرجة الثانية. وانتقلت الآية بعد ذلك قالت ورزقكم من الطيبات، يعني خلي كل ممارساتكم بالدنيا اللي تحتاجوا، ايش تحتاجون انتم بالدنيا؟ تحتاج مرأة، تحتاج طعام، تحتاج لباس، تحتاج مسكن، اذني كلهن خذوهن من الطيبات لا تاخذوهن من غير الطيبات. طبعا جاي خاطب المزاج الرقيق مو المزاج الغليظ، مو اكو بعض الناس يقولك شنو الفرق بين الحرام والحلال، شو هذا دينار اذا من حلال او من حرام انا اخذه، ما كل واحد اشتري به بطيخ سواء كان حلال او حرام، او اشتري به خبز او اشتري به لحم، وشو الفرق؟ يعني لما اشتري اللحم بالدينار الحرام راح اللحم شو يصير به؟ شو يصير به؟ هذا ما تقدر تكلمه، هيك واحد ما عنده ضمير هذا ما يتكلم، لانه اللي يسهل على نفسه ان ينهب الناس وياكل حقوق الناس، نعم، ويعتدي على الناس ويتصور ان الحرام والحلال سوى، هذا ما عنده مشاعر، ما تقدر تكلمه. تكلم اللي عنده ضمير ليشعر ان اكو شيء اسمه حلال واكو شيء اسمه حرام. الطيبات هو الحلال، الطيبات نعم هو الحلال، الرغيف اللي تاخذه من تعبك طيب، الدار اللي تسكنها وما بيها غصب، الحجر الغصيب بالدار رهن على خرابها، اذا حجر واحد مغصوب هذا وثيقة يظل يلازم الدار الى ان يخربها يوقعها على اهلها. نعم الحرام ما الى عاقبة ابدا. المرأة اللي يأخذها الانسان بطريق الحرام ما تحقق الهدف ابدا. الثوب اللي لبسه الانسان من طريق الحرام ما يحقق الهدف، وكان حتى اهل الجاهلية اذا اجوا للحاج يطوف عريان يقول لك هذا ثوبي لابد بي شبهة، لابد خيط شبهة، خليني اواجه الله عز وجل او ادور بالكعبة بهذا المكان المقدس افتر بي وانا مو لابس شيء بحرام. الحقيقة يعني فد لون تسمي من الإحساس من التحسس الشديد. والله عز وجل يقول أنا رزقتكم من الطيبات، هذا درب حلال وهذا درب حرام، لا ترحون إلى الدرب الحرام، يعني أنتوا تردون من وراء نتائج، هذا الثوب اللي تلبسوه، الطعام اللي تاكلوه تردون من وراء عافية، والثوب اللي تلبسوه تردون من وراء صيانة، والمرأة اللي تزوجوها تردون منها ولد، إذني لا تجون تنجسوهن بالحرام، لا خلوهن طاهرات حتى ابنك يطلع طاهر وسلوكك يطلع طاهر ووضعك حياتك تكون حياة طاهرة. وبالفعل ما تكتمل السعادة إلا بالحلال، وتعرف أن هذا الولد عندما الواقع الولد عندما يتكون من فراش، وهذا الفراش الشرعي يكون ريحانة، كذلك الطعام اللي يأكل الإنسان إذا أكل من كد ومن طريق صحيح يشعر به بالعافية، الثوب اللي لبسه من حلال يشعر به بالاعتزاز، الدار التي يسكنها ولا غصب فيها
ما في شك أن يشعر بها بالراحة النفسية. الله عز وجل رزقنا من الطيبات، والله طيب لا يقبل إلا الطيب. وأعظم ما رزقنا الله عز وجل مثل ما يقول النبي: المرأة متاع، الدنيا متاع، والمرأة خير متاع الدنيا، خصوص إذا كانت امرأة وفية. خلينا نوقف إن اليوم على حالة من حالات الوفاء، هذه الرباب زوجة الحسين، جين هذه تزوجها الحسين سلام، وهي من بيت من البيت من البيوت الجليلة، بنت امرئ القيش الكلبي، كان بيتها من البيوت المحترمة التي يعتز بها. هاي المرأة اللي كان الحسين سلام الله عليه يوليها كثير من عطفه ورعايته ويقدرها، هذه أم سكينة، والدة سكينة، والدة عبد الله الرضيع، اثنينهم ذولا تعرضوا يوم الطف، واحد إلى القتل ووحدة إلى الحزن وإلى اللوعة. خلي نشوف هاي المرأة شنو صنعت لما رجعت إلى المدينة. أرسلت خلف البنا، قالت اقلع سقف البيت. دخلت عليها زينب، قالت لماذا؟ ليش يا أم عبد الله؟ قالت سيدتي أنا أجلس تحت ظل بيت وبعيني رأت أبا عبد الله تصهر رمضاء كربلا. كانت تجول وين؟ بوسط البيت، تقول إن الذي كان نورا يستضاء به بكربلا قتيل غير مدفون شبط النبي، جزاك الله صالحة عنا وجنبت خسران الموازين. والله لا أبتغي صهرا لصهركم حتى أغيب بين الرمل والطين. تتذكر ولدها وما جرى رضيعها من الحسين، حدايك ما يطيب ودايبك النوب، داي اللي فلش ولا وسبع قلوب، حسبت احزاب واحزاب طلع مقلوب، سكنا ميسرة وانت الفقد يا رجاي، يا رجواي عقبك ما بعد لوليت خلاف حسين عبق عدت حد ظل بيت. يا ابن الكربلاء يا ابن عشان لا جيت، يا ابن تموت يا ابن ولا شربت الماء، منازلك يا نت نيرات بأهلها تولى عليها غبرة وقتم على لا تزان الدار إلا بأهلها. على الدار من بعد الحسين يا ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات
ارحمنا وأهلنا يا الله. اللهم من على مرضانا بالشفاء والعافية، اللهم اقض حوائجنا، اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا، اللهم اجعلنا ممن يأخذ بحجة محمد وآل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.